حصيلة اليومية لانتشار فيروس كورونا في الجزائر. وهذا اليوم الخميس 24 جوان تم تسجيل 354 إصابة وتسع حالات وفاة و268 حالة شفاء و24 متواجدون بالعناية المركزة شافاهم الله جميعا. بالنسبة لتوزيع الإصابات على الولايات وبالتفصيل كان كالآتي: الجزائر العاصمة 71، البوليدة 24، وهران 39، سطيف 16، باتنا 29، بجاية 18، قسنطينة 30، جيجل 5، تيزي وزو 1، تبازة 3، عنابة 0، بسيلة 3، تلمسان إصابة، بويرة 9، بسكرة 18، ولقرة 6، بومرداس 6، الجلفة 2، والوادي وتبسة وتيارت ومدية 0 إصابة، مستغانم 3 إصابات، أم بواقي 5، عين دفلة 0، عين تمشن 3، الأغواط 4، سكيكدا وأدرار وخنشلة 2، قالمة 0، سوق أهراس إصابة، ميلا إصابتان، غرداية وتسمسيل 0، تسيدي بالعباس 8، برج بوعريج والطارف وبشار 0 إصابة، معسكر 21 إصابة، نعامة 0 إصابة، شلف إصابة، غليزان 7 إصابات، البيض 6 إصابات، تندوف إصابتان، تمراس وإليزي 0 إصابة، وسعيدة 4 إصابات. وشكرا.